دي الايامات هذيا ظهر لي بعد مضاءه في البطوله القطريه. هاك معنا في تليفون شمس الدين الزاويدي، هاك ولا شمس؟ مرحبا يا مرحبا بكل المستمعين. صافا اخويا، شنو الامور؟ والله الحمد لله صاحبي، صافا الحمد لله. البارح بين العقد مع شمال القطري، ان شاء الله مبروك عليا، مبروك على نسكن ان شاء الله. ان شاء الله مبروك اخويا، بالتوفيق ان شاء الله ليك والفريق الجديد، تجربتك جديده خليجيه اكيد ان شاء الله. باهي، خلينا نبداو من الاول. شمس، كيف صار الكونتاكت؟ تحكي لنا على كيف جاك العرض من نادي شمال القطري. أنا مختار، معناها أنا سنين فان كونترا، معناها يوفى المعقد نتاعي مع الفريق الرياضي التونسي في 30 جوان، وصار التمديد هذاك. أوتروتون معناها قعدت مع سي حمدي، معناها تخلي راهو بريود كونفينمون وتالي شوار، كان عندك جمعية باش تمشي لها تمشي على روحك سون بروبليم، معناها وكان تحب تقعد وحدانا. أنا إسبيرونس جمعيتك وبين عائلتك، وأنا كلموني برشا دي زاجون، معناها منهم زاجون تاعي سي هيثم زرقي، معناها عبد خدمته معاه قبل في كونترا نتاع قطر القطري، مكتبش مكتوب سنين الحمد لله، ما نكتبش مكتوب. جاب لي الأفرة زي وفاهمنا مع ديكيب، وكانوا معناها بروفيسيونيل، ومعناها وعملوا لي ان كونترا في قيمتي، وكها معناها تفاهمنا على كل شيء، وان شاء الله نهار الاربعاء ان شاء الله نسافر. علاش حبيت تخرج شمس متراجعه رغم اللي كانت قدامك الفرصه كما كنت تحكي لي حبك تنجم تكمل حتى مع تراجع؟ انت حبيت تخرج شوى منك انت مع تلعب خاطر برشا اسباب ماديه، علاش بالضبط؟ ولا بالنسبه للاسبيرونس جمعيتي، وانا توا 8 سنين عديتها وانا كيب سينيور، انا معناها ملي جون ملي انا صغير معناها في البارك خرجت ورجعت سينيور، 8 سنين عديتهم معناها عملت كارير باهية، هزيت فيها ملقاب، عشت فيها برشا ايامات حلوين. سي لو طون معناها نشوف معناها بارابور لعمري والكارير اللي عملتها، سي لو طون معناها وجميع باش نخرج. خيرت نخرج توا خير من باب كبير معناها، ومحبة العباد معناها كبيرة. والحقيقة البارح معناها ملي خرج الخبر، ومعناها الحقيقة تأثرت برشا، ناس كل اللي كلموا فيا وناس كل اللي باركولي وناس كل فرحولي. ذيك هي سي لسبيرونس، معناها جمعية تحب الألقاب صحيح، وواحد أما زاد يجي بيريود تغش على جواريتها، ما فينالمون معناها تحب جواريتها. الحقيقة بالرسمي برشا ميساجات، برشا ميساجات وصولي من الجمهور، وواحد من الأصدقاء زاد اللي زامين تاعي، الناس كل تبارك لي، معناها فرحت برشا الحقيقة. وإن شاء الله إن شاء الله معناها ديما في أحسن حالات إن شاء الله. كيفاش تقيم التجربة في الأسبيرونس؟ 7-8 سنين ظهر لي هكا، هزيت الألقاب الكل، ظني فماش خير من هكا ظهر لي شمس. صحيت يخذ لك خرج من باب كبير، معناها هزيت ألقاب، بعديت أيامات حلوين، جبت ماتشوات، لعبت ماتشوات في لايف، معناها كانوا ثم ماتشوات نوبليابل عديتهم، معناها يقعدوا في الكارير نتاعي. اكسبيريونس باهي على الاخر، فرحان برشا بالوجود برمي الجروب اللي تعديت سيرتو في المئويه، عملنا سيزون انوبليابل الحقيقه، دي شامبيونز ليغ في عمبركه ما تصيرش نجم تصير مره اخرى بالظروف هذيك. الحمد لله ماني فرحان برشا، وحتى كي خرجت معناها خرجت مانيش متغشش ولا حاجه، غرش فرحان، وذيك هي معناها الحاجه اللي تمنيتها باش نخرج فرحان من الاسبيرونس. خرجت فرحان بصراحه. شمس، تقلقت شويه بالفتره الاخيره مع سرعه برشا ولا الحقيقه ليه؟ ما انا قلت لك معناها علاقتي بالاطار الفني ولا بالاسبيرونس اكثر من باش نتغشش ولا حاجه. ماني عارف اللي انا البريود هذيا معناها متعدى بريود صعيبة شوية، معناها ما كنتش نشارك بانتظام، ما كنت ورا الجروب ونشجع صحابي وفي لازون ترينمون ندز معاهم في الماتشوات نعاون بلي النجم ولا معناها هذيك هي معناها سي لافي كهو، معناها لكل كل كل بداية نهاية. والاسبيرونس معناها جمعيتي وما ندخلش عليها حتى قدر تعلق ان شاء الله. شكون موجود هلا حد في الماتش الاخر ولا ساي معناها كملت؟ والله انا مع الجروب تويكا قاعد نحضروا في الاوراق ان شاء الله تاع ترانسفير،
كان خلط شنو قاعد معهم نقاطي إنه نجم نشوفوك مرة أخرى بقميص ترجي شمس إن شاء الله إن شاء الله يمكن بعد نعمل كارير دونترونور ولا حاجة كلاعب نحكي مش في سبت غادي مزت تحكي كلاعب مزت نجم تزيد ولا بعد ليه لاعب صعيب شوية يعني هيك ها وش نكمل كاريري برا إن شاء الله بيه علاش اخترت الشمال بالذات شمس والله ليكيب معناها كانوا انتريسي بيا وظهروا اللي هما سريو معايا كانت اتصالات معناها نتاعنا كيما نقولوا لاهين بيا واحد وصلنا للبوانت فيو معينة مع بعضنا وليزوبجيكتيف كيف كيف حتى ما بقيتش معناها مشكلة برشا في النيغوسياسيون كونترا زاد عاوني المانجر نتاعي معناها بالتواصل معاهم فهو فهمنا ومشيت على روحي فهم شنو تطمح في التجربة هذه جديدة مع الشمال؟ معناها ليكيب هي في ديفيزيون دي كاملة تروازيام بلاس في الدوري القطري لعبوا عطلوا ما طلعوش ان شاء الله عام الجاي نعملوا لي بونيتيف وهما حكيوا معايا في الليبريكتيف نتاعهم زاد هما يحبوا يطلعوا وانا ماذا بينات الاضافه غاديك وان شاء الله نطلعوا الدوري ممتاز ان شاء الله. ما تشوف شمس اللي ماهيش في قيمه شمس الدين الذوادي قال شوي انت عفوا تقول اكس انترناسيونال هز بطل افريقيا مرتين هز بطوله تونس ما تشوفش مستواك خولك تلعب في جمعيه خير شمس؟ ولا جمعيه شمال باهيه مش كيف خايبه كما قلت انت والدوري القطري ماك تعرف معناها توا كله نجوم فهمت في الديفيزيون ا الديفيزيون تاع معناها تريبل معناها فيهم جمعيات باهيين وبعدين يجيبوا في دي جوار دي فالور يجيبوا من الاوروب يجيبوا من الاميره الكلماتين باش نعمل عندي مده قاعدين نتابع في الشامبيون معناها الشامبيون مش خايبه باهيه فيها ريتم ان شاء الله غادي نعطي الاضافه وان شاء الله نطلع ان شاء الله عامل زي ان شاء الله. باهي اخر سؤال شمس قلت لي بعث لك برشا حبات راجي مساجات حتى على الفيسبوك نخليك كلمه مفتوحه اليوم هم. جمهور ترجي معناها عزيز وغالي عليا عديت بريود باهيه برشا معاه عديت برشا القاب نقعد ديما ولد ترجي ونحب ترجي وحتى كي نخرج ونرجع نقعد ديما نحب الاسبيرونس. ان شاء الله معناها هزينا الشامبيونال البارح نزلوا الزرقاب ان شاء الله نلعبوا عليهم نزلهم كامل بثلاثيه اثنين وبالنسبه للملاعبيه معناها عندها تريبلي كيف ان شاء الله يرجع الريتم وان شاء الله تشوفوا الاسبيرونس خير ان شاء الله. يعطيك الصحه شكرا لك شمس الدين الذوادي وبالتوفيق لك ان شاء الله في تجربتك الجديده في بطوله القطري. دونك هكا كان معنا شمس الدين الذوادي مازلنا مواصلين في فير بلاي حتى للخمسه مازلنا عندنا برشا ضيوف اخرين باش يكونوا معنا بالتليفون بعد شويه لكن موزيكا وبعد راجعين في فير بلاي.